سن الأربعين هو سن فاصل، لأن الانهيار في الدماغ وفي صحة الإنسان والعمليات التنكسية كلها تبدأ بعد الأربعين، فالإنسان يبلغ أوج قوته أو يبلغ أشده عند سن الأربعين. أنا لدي هنا آية مهمة تأمرنا أن نطبق 5 أعمال لننجو بها من عذاب الله، ونتيجتها رائعة جدا سنتأملها الآن. هذه الآية طبعا من سورة الأحقاف، يذكرنا الله بأصلنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. يذكرك أنك كنت جنين صغير لا قيمة لك في ظلمات الرحم، لا أحد يستطيع أن يصل إليك، لا أحد يستطيع أن يساعدك. الله كان يحفظك ويرعاك ويؤمن لك الغذاء والرزق والحماية، ويؤمن لك السعادة والطمأنينة حيث لا يستطيع أحد أن يصل إليك من البشر. الآن أنت بعد أن خرجت وحمله وفصاله 30 شهرا، أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، والإرضاع 24 شهر، حولين كاملين، المجموع 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إذن هنا يذكرك بأصلك، ثم يذكرك بأنك كنت طفل ترضع. لماذا تستكبر؟ لماذا تنسى أصلك أيها الإنسان؟ لماذا تنسى ضعفك في بداية حياتك؟ الآن أعطاك الله القوة، ولا زال يعطيك هذه القوة حتى بلغت أشدك وبلغت 40 سنة. العلم يقول بعد سن 40 تبدأ الأعمال التنكسية في خلايا الدماغ والجسد، وتبدأ سلسلة الانهيارات التي تنتهي بالموت. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذن أول شيء يجب أن تتذكر شكر الله. الشكر أيها الأحبة هو زيادة في النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. هنا تذكر من الله عز وجل، يعني يكفي، ابدأ الآن بمرحلة الشكر، أكثر من قول الحمد لله. والشكر هنا ليس مجرد لفظ، أنت تؤدي شكر الله عز وجل من خلال صيانة النعم التي أعطاك الله إياها. يعني مثلا نعمة البصر، أنا أؤدي شكرها أن أغض بصري عما حرم الله. نعمة السمع، أن أنتهي عن سماع ما حرم الله، هذا شكر لله عز وجل. شكر نعمة اللسان، أتوقف عن إيذاء الناس، أتوقف عن النميمة، أتوقف عن الكلام الفاحش، هذا نوع من أنواع الشكر. وبالتالي العمل الأول هو أن تكثر من شكر الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أن تكثر من العمل الصالح، وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني أن يصبح هدفك هو رضا الله عز وجل. بعد سن 40 يجب أن تركز على الأعمال التي ترضي الله. ماذا يرضي الله؟ ماذا الله ماذا يحب؟ الصلاة على وقتها، بر الوالدين، حسن الخلق، والله يحب الصابرين، أصبر لا أتذمر. أبحث عن الأشياء التي ترضي الله عز وجل، الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فأكثر منها. إذن أولا الشكر، تذكر أخي الحبيب هذه النقاط الخمسة، الشكر، الإكثار من الشكر والحمد لله عز وجل، الإكثار من العمل الصالح، أن أعمل صالحا ترضاه. إذن ماذا يرضي الله؟ تبحث، تفتش. بعد سن 40 يجب أن تركز على الأشياء التي يحبها الله، بر الوالدين، الكلمة الطيبة يحبها الله، الصدقة يحبها الله، وهكذا. وأصلح لي في ذريتي، إذن تكثر من الدعاء لذريتك، لا تنسى أولادك، ذريتك من بعدك، يجب أن تكثر من الدعاء أن يصلحهم الله. القضية الرابعة،
كثرة التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوب إلى الله 100 مرة في اليوم. إني تبت إليك، إذن تكثر تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة كل يوم. أنت لست أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تكثر من التوبة إلى الله، هذا هو العمل الرابع. العمل الخامس والأخير تجديد الإيمان. وإني من المسلمين، تجدد إيمانك باستمرار، تلفظ هذا القول، تسأل الله أن يتوفاك على الإسلام. سيدنا يوسف وهو نبي كريم حفظه الله من الشر والفتن والمعاصي وأعطاه الله الملك، على الرغم من ذلك ماذا قال؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. هنا أخي الحبيب ركز، ماذا طلب من الله وهو في قمة قوته وملكه؟ والله غفر له طبعا لأنه نبي، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بالله عليك، إذا كان هذا حال سيدنا يوسف وهو ابن نبي، أبوه نبي وجده نبي وجده نبي، كان يطلب من الله، يدعو الله أن يتوفاه على الإسلام، ماذا عنا نحن الضعفاء الغارقون في شهوات الدنيا؟ ماذا نقول؟ يجب أن تعترف بإيمانك وإسلامك، تجدد إيمانك كل يوم. طيب ما هي النتيجة إذا طبقت هذه الأعمال الخمسة؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. إذن القبول، إذا طبقت هذه الأعمال الخمسة من الشكر والتوبة والعمل الصالح وأن تجدد إيمانك، القبول من الله عز وجل، وأن تعمل الصالحات التي يرضاها الله، القبول، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. إذن محو السيئات ودخول الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وأن نتذكر نعم الله علينا، وأن نكون ممن ذكرهم الله في هذه الآية. إن الله على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق. حتى يتبين لهم أنه الحق.